محضن دار الأرقم كان محضنا لتقوية أجهزة المناعة الإيمانية عند هؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين. فلما قويت مناعتهم الإيمانية وخرجوا إلى المجتمع الخارجي لما قال الله له وأنذر عشيرتك الأقربين، ما ضرهم لا فيروس أبو جهل ولا ميكروب أبو لهب ولا جرثومة عقبة ابن أبي معيط. لماذا؟ المناعة قوية، المناعة البيتية قوية.